السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بيت الإمام الشافعي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إنه بيت الإمام. أهلا يا أم إبراهيم. أهلا يا إبراهيم. جبت إبراهيم حسب الاتفاق. نعم ما فعلتي. هل أنت جاهز للذهاب إلى حلقة العلم؟ التي بيدي، يدي بتوجعني. اتركي إبراهيم ذكي ويعرف ما هي المتعة التي سوف يحصلها في حلقة العلم، أليس كذلك؟ إيه المتعة اللي في كده؟ سؤال ذكي. نجرب، لن نخسر شيئا. إذا لم تعجب لا نذهب. ما قولك؟ إذا نجرب غدا. شكرا جدا، جزاك الله كل خير يا إيمان. شكرا لله. تركية، إبراهيم رجل يعرف كيف يحمي أمه في الطريق، أليس كذلك؟ نلتقي غدا. تأتي بكل هذا الصبر والعطف وعدم الاستكانة ولو لبرهة يا أبي؟ ما أنا إلا وسيلة مسخرة لذلك، وما نحن جميعا إلا كذلك. ماذا عن وعد زينب لأبيها؟ تنفذه بإذن الله يا أبي. فما هو؟ ترتيب كتبي وأوراقي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.